أخبار اليوم. أهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ نيفين مع بوابة أخبار اليوم وحلويات عيد الفطر المبارك. النهاردة إن شاء الله هنعمل لكم الشكلمة على طريقتي، طريقة سهلة وبسيطة جدا وإن شاء الله ما تكونش مكلفة. المكونات زي ما حضراتكم شايفين، أنا عندي 3 مكونات بس. عندنا نص كيلو من جوز الهند الناعم، وعندي هنا علبتين من الحليب المكثف. والحليب المكثف انا حطيت كل علبة في طبق، لان انا مش هحط الكمية دي كلها دفعة واحدة على جوز الهند. انا هحط اول علبة واعجن، وممكن نحط نص التانية لان احنا ممكن ما نحتاجش الكمية دي كلها. بالنسبة للتزيين بتاع الوش، انا عندي هنا فواكه مجففة اهي. طبعا انتي ممكن تزين الشكل حسب الرغبة، وممكن ما تزينوش بحاجة، يعني زي ما انتي عايزة. الطريقة بقى بتاعتنا، هنجيب جوز الهند كده، وهنحط لبن مكثف. دي العلبة الاولى بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نتأكد ان احنا بس نزلنا الكمية كلها كده. بالشكل ده هنحط شوية من التانية برضو، مش كتير كده، كفاية. انتي برضو هتبقى ايدك ميزان، هتقدري تعرفي هي محتاجة ولا لا. وطبعا اعذروني، انا لازم هنا هشتغل بايدي عشان اعرف عجنة واقدر اتحكم في القوام بتاعها. هنعجن كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع بس ايه، محتاج شوية وقت زي ما احنا كده شغالين. ريحتها جميلة جدا، وفي ممكن لو انت حابة ان هي تكون يعني هشة اكتر من كده، ممكن تحطي شوية فانيليا وتحطي عليها بيضاية. الكمية اللي عندي دي محتاجة هنا باقي الحليب، نحط شوية كمان. ناجل الشكلمة من الحلويات اللي يعني محدش اختلف عليها، لان هي معمولة من جوز الهند مع الحليب المكثف. وعلى فكرة الطريقة بتاعتي دي هي الطريقة الاصلية، فانا طبعا انا بدي لحضراتكم الوصفات بتكون سهلة ونفس الوقت يعني تكون حاجة اصلية يعني. ان شاء الله تكون سهلة ونقدر كلنا نعملها، تستمتعي بيها طبعا في العيد. كل سنة وانتم طيبين يا رب وبألف خير. احنا كده هنعجن بس يعني بقوة شوية بالشكل ده. هنحط بقية الحليب، هي كده هتاخد الاتنين معايا. بالشكل ده كده، وهنعجن نتأكد ان احنا عجننا كله مع بعضه. هاجيني يعني بعنف شوية. اهو كده بالشكل ده. معلش الموضوع انا اسفه يعني مزعج شويه، بس ايه هو يستحق العناء. كده القوام بتاعنا بتاع الشكلمه مظبوط خالص، بحيث ان احنا بصوا يعني نقدر كده نشكلها بايدينا بالشكل ده. إيه انا بس يعني هغسل ايدي واجي اوريكم احنا بنكملها. بالنسبه بقى للتشكيل بتاع العجينه، انا عندي هنا الصينيه اللي هسوي فيها. هنجيب بس ورقه زبده نحطها كده فيها بالشكل ده كده. هدهن ايدي بس حبة زيت، دي حاجة طبعا يعني اختياري. وهناخد حتة من العجينة بالحجم اللي انت عايزاه بالشكل، انا بحب اعملها صغيرة كده بالحجم ده. وهنحطها هنا اهو في الصينية. وهنجيب قطعة من الفاكهة اللي احنا قلنا عليها، الفاكهة المجففة، وهنعمل بس كده ضغطة بسيطة ونكمل الطريقة دي بالشكل ده كله. اهو واحدة كمان كمية كده،
عشان بس تبقى الاحجام كلها متساويه، وهنلفها بالشكل ده كده، نحطها في الصينيه، وقطعه من الفواكه المجففه نضغط عليها بس ضغطه بسيطه كده اهو. هنكرر العمليه دي لحد ما نملى الصينيه، وبعدين ندخلها فرن على الحراره المتوسطه لسبب، لان دي ما ينفعش ان احنا نسويها على حراره عاليه، احنا هنسويها على الحراره اللي هي الهاديه خالص، وهنحطها على الرف الاوسط مش على الشبكه تحت. ولازم تبقى هي من تحت يعني من القعر كده تبقى لونها يعني ذهبي شويه مش متحمره قوي، وكمان من فوق يبقى لونها يعني اللي هو اللون العاجي، مش عايزين ان احنا نحمرها جامد. انا اهو بعملها، نتاكد بس ان احنا مكورينها كلها بنفس الحجم والشكل. انا بس بوريكم كده يعني عينه قطعه من الفاكهه المجففه، نضغط ضغطه خفيفه، وطبعا يعني هنراعي ان احنا نسيب مسافه بين كل واحده والتانيه. انا هخلص الكميه دي وهدخلها الفرن واوريكي لما تطلع تبقى هنا اهي. خلاص انا عملتها كلها زي ما انتم شايفين ما شاء الله شكلها جميل قوي. عملتها وحطيت عليها قطع من الفواكه المجففه، ممكن تحطي قطع من الزبيب يعني المتوفر عندك اعملي، انا مش بلغمك على حاجه معينه. هدخلها الفرن على الرف الاوسط، هتاخد حوالي 12 دقيقه ربع ساعه كده، وزي ما قلت لحضراتكم هي لونها هيكون عاجي ومن تحت تكون لونها ذهبي شويه. اول ما اطلعها اوريكم هتبقى عامله ازاي. الشكلمه هي خدت مني 15 دقيقه في الفرن، لو عايزاها تكون افتح من كده طلعيها من قبلها، بس انا بحب يكون لونها يعني العاجي اللي هو الذهبي شويه ده. طبعا دي مستحيل مستحيل ان انت تطلعيها وهي سخنه مولعه كده، لازم تبرد خالص خالص يعني تبقى ساقعه تماما وبعد كده نطلعها. انا سايباها اهو لسه مطلعاها حالا من الفرن، هسيبها لحد ما تبرد وهطلعها واوريكم بتتقدم ازاي. الشكلمه بتاعتنا هي لما خلصت طبعا انا سبتها بردت خالص وبعدين رحت مطلعاها، بس انا عايزه اوريكم هو ده اللون اللي انا قلتلكوا عليه، ده بيبقى شكلها من تحت وطعمها جميل جدا. انا هفتح كمان واحده اوريكم هي من جوه عامله ازاي بالشكل ده، طعمها والله العظيم جميله جدا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم، وبالف هنا وشفا. حلقتنا للنهارده اتمنى ان هي تعجبكم، وكل سنه وانتم طيبين.